أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من محاضرات السيرة النبوية، وهي في الحقيقة المحاضرة الأخيرة من هذه المجموعة، مجموعة الفتح والتمكين. هي صعب جدا جدا على النفس أن نتحدث عن محاضرة خاتمة للسيرة. هي نفوسنا تعلقت تعلقا كبيرا بالحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، حديثنا عنه كان أسعد حديث، وتدبرنا في سيرته كان أجمل تدبر، واستفادتنا كانت أقصى استفادة. لكن لابد من تعليق ختامي على هذه السيرة العظيمة. عزاؤنا أن هذا لن يكون إن شاء الله آخر حديثنا عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم. سيرته يا إخواني وأخواتي كانت مثالا يحتذى في كل شيء، كانت مثالا للفرد والجماعة، كانت مثالا للمجتمعات الصغيرة والكبيرة، كانت مثالا واضحا لبناء الأمم. استطاع صلى الله عليه وسلم بالمنهج الرباني الذي أوحي إليه أن يبني أمة من لا شيء. استطاع أن يجمع العرب والعجم على دين واحد ومبدأ واحد، وأن يقيم حضارة استحال على الزمان أن يجود بمثلها. بعث صلى الله عليه وسلم كما شرحنا في هذه المجموعة، بعث في أمة مفرقة مشتتة، فشى فيها الظلم وتعددت فيها صور الباطل، كثرت فيها الأثام والشرور، تمكن فيها المتكبرون والمتجبرون. فبدأ سبحان الله في أنات عجيبة، في صبر رائع، يغير الأوضاع، يعدل من المسار، يقوم المعوج، يوضح الطريق، يكمل الأخلاق صلى الله عليه وسلم. ما ترك معروفا إلا وأمر به، ولا منكرا إلا ونهى عنه. لم يكن طريقه أبدا أبدا طريقا ناعما، بل كان مليئا بالصعاب والأشواك. عارضه الكثيرون، حاربه القريب والبعيد، حتى حاربته عشيرته وقومه أهله، فما لانت له قناة وما فترت له عزيمة صلى الله عليه وسلم. في الدرس السابق تحدثنا عن بعض السمات العظيمة التي تظهر في عموم البعث النبوي، لا في موقف عابر وليست في حدث معين، سمات عامة تصاحب كل مواقف السيرة من أولها إلى آخره. نريد أن نكمل بعض السمات العظيمة. السمة السابعة أن الحرب بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر حرب أبدية، يستحيل أن تخلو منها فترة من فترات الحياة. الحق من وظيفته أن يقاوم الباطل، وكذلك الباطل لن يرضى أبدا أن يبقى الحق في الأرض دون مقاومة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدرك ذلك جيدا، وكان مجاهدا للكفار وغيرهم بطرق مختلفة حسب المرحلة. أحيانا كان يجاهد باللسان والقرآن، وأحيانا كان يجاهد بالسلاح والسنان، تختلف الوسيلة، ولكنه في كل الأحوال يجاهد صلى الله عليه وسلم. أحيانا يختلف العدو حسب المرحلة، لكن دائما هناك عدو. تارة يكون الأعداء من قريش، وتارة من مشرك المدينة، وتارة من المنافقين، وتارة من الأعراب، وتارة من اليهود، وتارة من النصارى، وتارة من المجوس. يتنوع أعداء الأمة حسب المكان والزمان، لكن يغلب على صفة كل الحروب أنها حرب عقائدية تدور في محورها الرئيسي حول قضية الدين. يدخل فيها أحيانا عوامل أخرى زي الاقتصاد مثلا، أو بعض الأمور الاجتماعية، أو حب السلطة، لكن يظل العامل الرئيسي في المعركة هو الدين. في هذا المعنى قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الكلام ده شفناه في كل مراحل السير. طالما أن المسلمين مستمسكون بدينهم ستظل الحرب دائرة بينهم وبين أعدائهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف أن هذا الصراع ليس صراعا شخصيا معه صلى الله عليه وسلم، إنما هو صراع عقائدي سيستمر مع أصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة. عشان كده كان من آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم إنفاذ بعث أسامة بن زيد رضي الله عنهما إلى حرب الرومان.
ظل محافظا على مسيرة الجهاد إلى آخر لحظة، وأوصى بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وجعل الجهاد صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام. ولن يأتي يا إخواني وأخواتي زمان أبدا على الأرض يختفي فيه الشر وينتهي الباطل، أو يرضى فيه أهل الباطل عن أهل الحق، فتكون حالة من الحوار فقط دون قتال، والسلام فقط دون حرب. مستحيل يا إخواني، مستحيل. الله عز وجل وعد الشيطان بالبقاء إلى يوم يبعثون، وسيظل للشيطان محاولات ومحاولات لإضلال الخلق، ولن يقبل المؤمنون الصادقون بهذا الإفساد في الأرض، وستبقى أيضا محاولات الإصلاح مستمرة إلى يوم القيامة، ومن ثم فالجهاد ماض إلى يوم القيامة. الكلام ده شفناه في السيرة، وشفناه بعد كده بعد أحداث السيرة، وبنشوفه في زمننا دلوقتي، وهيفضل لحد يوم القيامة. سنة من سنن رب العالمين، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. السمة الثامنة من السمات البارزة في السيرة النبوية هي سمة الأمل الذي كان يبثه صلى الله عليه وسلم في المسلمين في كل المواقف وبلا استثناء. المؤمن يا إخواني وأخواتي لا يقنط أبدا من رحمة الله عز وجل، لا يقنط أبدا من فضله وكرمه سبحانه وتعالى. قال تعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عشان كده المؤمن مع رؤيته للظروف القاسية التي تمر بها الأمة الإسلامية لا يتأثر مطلقا بذلك، يعلم دائما أن ميزان القوى دائما في صالحه ما دام الله عز وجل معه. من هذا المنطلق نقدر نفهم الروح المتفائلة التي كان يتصف بها المجتمع المسلم في كل مراحل السيرة النبوية، حتى في أشد هذه المراحل ظلاما. رأينا ذلك في كل سنوات مكة الصعبة، بل رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر سراقة بن مالك بسواري كسرى وهو مطارد في هجرة مكة إلى المدينة، ورأيناه يبشر بنصر المسلمين في بدر مع كون المشركين ثلاثة أضعاف المسلمين، ورأيناه يطمئن المسلمين بعد مصيبة أحد أن الدولة الأخيرة ستكون للمؤمنين، ورأيناه يبشر المؤمنين ليس فقط بفك الحصار عن المدينة أيام الأحزاب، ولكن أيضا بفتح فارس والشام واليمن. والكلام ده كتير جدا جدا في السيرة النبوية، منهج حياة إخواني، منهج حياة كامل رأيناه بارزا في السيرة النبوية في كل مراحل. لم يكن هذا التبشير فقط في المواطن الصعبة أو في مواقف الأزمات، بل كان سياسة عامة انتهجها صلى الله عليه وسلم في كل أحاديثه وخطبه وحواراته وتعليقاته صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في رواه الإمام مسلم عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. أمثلة هذه الأحاديث كثيرة جدا، مما يجعل هذه البشرى وهذا الأمل منهجا واضحا من مناهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء أمته. السمة التاسعة من السمات البارزة في حياته صلى الله عليه وسلم هي سعادة المسلمين بمنهجهم الإسلامي حتى في أشد حالات التعب والمعاناة. مفهوم طبعا أننا نشوف السعادة بعد بدر والأحزاب وفتح مكة وغير ذلك من الانتصارات والإنجازات، لكن قد يتساءل أحد من يدرسون السيرة، يقول: هل هناك سعادة في تعذيب مكة للمؤمنين؟ هل هناك سعادة في مصيبة أحد؟ هل هناك سعادة في أزمة حنين؟ حقي إخواني وأخواتي أنه ليس هناك فترة من فترات السيرة النبوية إلا وتلحظ فيها لونا من ألوان السعادة، حتى ولو كان الظاهر حزنا وألما. يعني إيه الكلام؟ المسلم الصادق يا إخواني وأخواتي يعاني ويتألم وهو يعلم كما ذكرنا في النقطة السابقة أن العاقبة للمتقين، يعلم أنه سيأتي يوم يمكن الله عز وجل فيه للإسلام ويعز فيه الدين، وهذا الأمل يبعث في نفسه الراحة والسعادة والإطمئنان. وغير كده هناك سعادة المؤمن بعدم فصامه مع الكون والأرض والمخلوقات، الكل يعبد الله عز وجل في تناسق جميل، في انسجام طبيعي. أما الكافر فهو يعيش في تناقض مع نفسه ومع الكون.
الكون كله يشهد بكل ذرة فيه بعظمة الخالق ووحدانيته وحكمته، والكافر لا يقر بذلك. فأي تعاسة تكون في نفسه، وأي سعادة يعيش فيها المؤمن بتوافقه مع الكون في عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى. والمسلم فوق ذلك ينتظر جنة في الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويعلم يقينا أنه سيعوض يوم القيامة عن كل ظلم وقع عليه، وعن كل ألم تحمله، وعن كل هم أو غم عاش فيه. هذا التعويض المنتظر يخفف عليه كثيرا ألمه ونصبه وكبده. حتى رأينا سبحان الله في السيرة من يفقد كل شيء حتى يفقد حياته، ومع ذلك يقول كلمات تعبر عن منتهى السعادة. شفنا قبل كده موقف حرام ابن ملحان مثلا رضي الله عنه وارضاه، وهو يطعم بالحربة في ظهره فتخرج من صدره وهو يقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. سبحان الله، دي برضو مش سعادة؟ أمثلة ذلك كثيرة في السيرة النبوية. لعلنا لا نبالغ إن قلنا أن في باطن كل ألم سعادة، لأن المسلم يستشعر ساعة هذا الألم أن هذا الألم قد كفر عنه جانبا من خطاياه ورفع قدره بدرجة معينة في الجنة. انتظار المؤمن للجنة وحب المؤمن للجنة يجعله يقبل الألم بل ويرضى به، وهذا نوع من أنواع السعادة لا تجده إلا عند المؤمنين حقيقة. يبقى دي كانت السمة التاسعة من سمات السيرة النبوية، السعادة في كل مواقف السيرة حتى وإن كانت مواقف مؤلمة. السمة العاشرة والأخيرة التي نشير إليها في هذا السياق هي وضوح مهمة رسول الله السلام، ومن ثم مهمة أتباعه من بعده. هذه المهمة كانت من أول يوم في البعثة إلى آخر يوم في حياة صلى الله عليه وسلم واضحة تماما، هي البلاغ. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ما على الرسول إلا البلاغ. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف الكلام ده كويس من أول أيام الدعوة، وحرص صلى الله عليه وسلم على تبليغ كل من يعرف ومن لا يعرف. اختلفت وسائل البلاغ في كل مرحلة، لكن البلاغ كان سمة عامة في كل مراحل السيرة. في أول أيام الدعوة كان البلاغ سرا وعن طريق الانتقاء، واستمر ذلك 3 سنوات كاملة. بعد كده أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على الناس وبلغ أهل مكة جميعا وناداهم قبيلة قبيلة ورهطا رهطا، وصدوه عن دعوته وقوموه، لكنه ما قصر صلى الله عليه وسلم في البلاغ أبدا، بل كان يدور عليهم في اجتماعاتهم وفي بيوتهم وفي حال انفرادهم وفي حال جماعتهم في كل مكان. وكان لا يترك زائرا يدخل مكة إلا وحدثه في الإسلام وبلغه، وكان لا يترك وفدا ولا فردا أتى للحج إلا وشرح له الرسالة الإسلامية وبشره وأنذره، وكان يجد إعراضا كثيرا وسخرية مرة، ومع ذلك ما توانى لحظة عن إيصال رسالته للناس صلى الله عليه وسلم. وفي فترة المدينة المنورة اجتهد في نشر دعوته وتبليغ الناس ليس فقط في المدينة ولكن في كل أرجاء الجزيرة. ووصل الأمر في السنة 7 من الهجرة إلى مكاتبة زعماء وملوك العالم لتبليغهم دعوة الإسلام. كانت المهمة واضحة تمام الوضوح في ذهنه صلى الله عليه وسلم، البلاغ. هذه هي مهمة الرسل، وهذه هي مهمة أتباعهم الذين يسيرون في طريقه. الرسول صلى الله عليه وسلم إخواني كان متفانيا في أداء هذه المهمة النبيلة إلى درجة أنه كان يحزن حزنا شديدا يكاد يهلكه عندما لا يهتدي إنسان بكلمات القرآن، مع أن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي البلاغ فقط وليست الهداية، إلى الدرجة التي رفق الله عز وجل به وأنزل آيات في مواطن عدة من القرآن الكريم تنهاه عن الحزن الشديد. قال تعالى ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، وأمثال ذلك كثير في القرآن الكريم. يبقى على المسلم الفاهم الواعي أن يلتقط هذه المهمة النبيلة ليجعلها مهمة حياته، لا يرضى أبدا بأقل منها رسالة، لا يرضى أبدا بأبسط منها قضية. هذه هي قضية المسلم في حياته بكامله، والكلام ده فهمناه بوضوح من خلال السيرة النبوية. يبقى دي كانت السمة العاشرة من السمات البارزة في السيرة النبوية، فتلك 10 كاملة. هل ده كل شيء أردنا أن نذكره عن رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ أبدا يا إخواني. البعض بيتعجب من الحديث عن السيرة النبوية في بعض المحاضرات، ده كتير؟ أبدا يا إخواني، هذه بداية وليست نهاية.
كتير على السيرة النبوية؟ هذا مستحيل. السيرة النبوية فيها جوانب هائلة من المستحيل أن نحيط بها فعلا في مئات المحاضرات. احنا تعرضنا لبعض الجوانب في هذه السيرة النبوية من حياته صلى الله عليه وسلم، هناك جوانب أخرى كثيرة من جوانب عظمته صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى تفريغ وقت وإلى بذل جهد لكي تدرس وتفهم. لكن وقفة مهمة جدا يا إخواني وإخواتي، بعد دراسة هذه السيرة الرائعة لابد أن يظهر علينا في سلوكنا وحياتنا بل وفي اعتقادنا أثر لهذه الدراسة. لابد أن هناك أمانة علقت في رقابنا، لابد أن هناك واجبا حمل علينا. في إيجاز شديد يجب على كل مؤمن ومؤمنة بعد قراءة هذه السيرة أن يقوم بالأمور التالية، واجبات في غاية الأهمية. أولا أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه قضية مصيرية فعلا وهي علامة من علامات اكتمال الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف والحديث البخاري عن أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللي يرى السيرة يا إخواني ولا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إنسان مجنون لا عقل له، أو منافق لا إيمان في قلبه، أو عاصي غمرت المعاصي قلبه، أو متكبر ينكر الحق وهو يستيقنه. كل مواقف السيرة بلا استثناء تدفع دفعا إلى حب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وإلى تقديم حبه على أي حب آخر. وهذا من أهم أهداف دراسة السيرة النبوية. يبقى ده الواجب الأول والهدف الأول من دراسة السيرة النبوية. الواجب الثاني أن تعرفه صلى الله عليه وسلم بأن تدرس سيرته بصورة أكبر. إحنا تكلمنا عن لقطات سريعة من حياته صلى الله عليه وسلم، ما أكثر ما كتب عنه وما سيكتب، وسيرته لا تنتهي عجائبها صلى الله عليه وسلم. ما أكثر من تكلم عنه صلى الله عليه وسلم من الدعاة والعلماء ومن المسلمين ومن غير المسلمين. نحتاج يا إخواني وأخواتي أن نجعل لأنفسنا يوميا وردا ثابتا نعرف فيه شيئا عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يبقى الواجب الثاني أن نعرفه صلى الله عليه وسلم. الواجب الثالث أن نعرف به الآخرين ممن لا يعرفونه أو يعرفونه بصورة مشوهة مغيرة للحقيقة، وأن نحبب فيه خلق الله عز وجل. وأكثر من أصيق بهم أولادك وأطفال المسلمين، هؤلاء يا إخواني وأخواتي إن تربوا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى كل نجاح في الدنيا والآخرة، ووصلت بهم الأمة إلى أعلى الدرجات. الواجب الرابع أن تتبعه وتقلده صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة في حياتك. الآن نحن استمعنا إلى السيرة وعرفنا منهجه صلى الله عليه وسلم، واطلعنا على سلوكه وأخلاقه، وأدركنا جهاده وصبره وكفاحه. نريد أن نسقط كل موقف من مواقفه صلى الله عليه وسلم على واقع حياتنا. نريد أن نطبق كل سنة من سننه، ما استطعنا إلى ذلك سبيل. اعلم يا أخي يا أخت أن علامة الحب الرئيسية هي الاتباع، وأن حبا بلا اتباع يعني غرورا وبطرا وجهلا وحماقة. يبقى ده الواجب الرابع الهام. الواجب الخامس أن تصدقه في كل ما قاله صلى الله عليه وسلم. شفنا في أثناء السيرة النبوية صدق كل ما تحدث به أو أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، فاقبل ما قاله صلى الله عليه وسلم دون تردد. يا إخواني وأخواتي دون تردد، صدق أحاديثه دون ريب ولا شك. اعلم أنك قد تفتن بعقلك فترد حديثا صحيحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يا إخواني وأخواتي طريق الهاوية، هذا منحدر الهلاك، لا تلقين أبدا بنفسك فيه. الأمر السادس أن تدافع عنه. الحملات الشرسة كما ترون كثيرة تحاول النيل منه صلى الله عليه وسلم، هذه حملات لا تنتهي. هذه الشبهات المثارة من يتولى الرد عليها؟ شفنا في السيرة النبوية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا يدافعون بالغالي والثمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأينا الرجل يتمنى أن يقتل ولا يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم شوكة في قدمه. رأينا الأطفال يقاتلون الفرسان والنساء يحملن السيوف،
ورأينا الأموال تنفق ورأينا الجهود تبذل حتى يتم الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده المنهج اللي عايزين نمشي فيه في حياتنا كلها، أن ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ذرة في حياتنا، بكل أموالنا، بكل جهدنا، بكل فكرنا، بكل طاقتنا، بكل حياتنا يا إخواني يا أخواتي. الأمر السابع أن نشتاق إليه صلى الله عليه وسلم. واللي مشتاق فعلا لإنسان يتمنى أن يزوره، يتمنى أن يقابله، وهذا في الدنيا يكون في عمرة أو حج إن كنا مستطيعين لذلك، أن نذهب له ونزوره في مسجده صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه في قبره، وسيرد علينا السلام حتما كما قال صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريف. لكن الأهم من ذلك والأعظم من ذلك أن نشتاق إلى لقائه عند حوضه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ولا يكون ذلك يا إخواني وأخواتي، لا يكون ذلك إلا بإيمان عميق، لا يكون ذلك إلا بعمل صالح، لا يكون ذلك إلا باتباع دقيق بسنته صلى الله عليه وسلم. وإلا قال لنا سحقا سحقا يوم القيامة. ونسأل الله عز وجل أن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا أبدا يا رب العالمين. الأمر الثامن في غاية الأهمية أن تحب آل بيته صلى الله عليه وسلم. هذا أمر هام جدا يا إخواني وعظيم، وللأسف الكثير من المسلمين لا يظهر ذلك خوفا من التشبه بمغالاة الشيعة في أمر أهل البيت. لكن الصواب أن يقف المسلم موقف الاعتدال الذي أراده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قد أوصى بآل بيته وبحبهم، وفي ذات الوقت فهو قد ربط هذه المحبة بطاعتهم لله عز وجل وعدم مخالفتهم له. هذا هو الميزان الأمثل في التعامل معهم. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في صحيح مسلم: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، قال ثلاثا صلى الله عليه وسلم. كل هذا لا يتعارض مع وجوب اتباع الرجل أو المرأة من آل البيت للمنهج الإسلامي القويم حتى تقدم محبته، حتى ترفع درجته، بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. حشاها طبعا أن ترتكب منكرا، ولكن ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم ليضع ميزان التعامل مع آل البيت جميعا. الموضوع طبعا يحتاج إلى تفصيل أكبر وليس المجال يتسع لذلك الآن، لكن المهم أن نحرص جميعا على حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داموا متبعين لمنهجه صلى الله عليه وسلم. الأمر التاسع حب صحابته صلى الله عليه وسلم. هذا من واجبات المسلم، وبالذات بعد سماعه لدروس السيرة هذه ورؤيته لقدر البذل والتضحية والتجرد والإخلاص الذي تميز به هذا الجيل الراقي من البشر. أوصانا صلى الله عليه وسلم أن نحبهم وأن نتقي الله عز وجل فيهم. جاء ذلك في رواية الترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عندما قال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم، وخلي بالك بقى، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وهذا الحديث قال فيه الترمذي هذا حديث حسن، وكذلك رواه الإمام أحمد رحمه الله. هذا تصريح مباشر إخواني من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حب صحابته رضي الله عنهم من حبه صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الأمر العاشر والأخير في هذه العجالة هو أن ندعو له صلى الله عليه وسلم. والكلام ده ممكن الناس تستغربه، بعض الناس بتستغرب أن يطلب من المؤمنين أن يدعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنه لا يحتاج لدعائنا صلى الله عليه وسلم، وأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأنه في المكان الرفيع التي كتب الله له. نعم يا إخوان، رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المكان الرفيع لا نشك في ذلك، ولكننا يجب أن نواظب دائما على الدعاء له صلى الله عليه وسلم عرفانا ووفاء وبرا واعترافا بجهده صلى الله عليه وسلم. المسلم يجب أن يواظب على الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يجازيه الله عنا وعن كل المسلمين خير الجزاء،
بخاصة يا إخواني وأخواتي بعد أن سمعنا السيرة النبوية، بعد أن رأينا كم العطاء والرحمة والجهاد والعمل الذي تميزت به حياته صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه سألنا سؤالا مباشرا أن ندعو له. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم سألنا أن نسأل الله له الوسيلة، ونحن نسأل الله عز وجل له ذلك، وهذا يعود علينا نحن شخصيا بالنفع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. فنحن نستفيد أيضا من دعائنا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كان الواجب العاشر بعد أن استمعنا للسيرة واستمتعنا به، فتلك عشرة كاملة. وفي النهاية بعد أن عشنا هذه اللحظات السعيدة في ظلال السيرة النبوية، أحب أن أختم هذه اللحظات برسالة أوجهها بكل ذرة في كياني إلى حبيبي وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول له: عذرا يا رسول الله، عذرا إن كنا نجهل الكثير والكثير عن حياتك وسيرتك، الإحاطة بها أمر مستحيل، لكن عزاؤنا أننا نحاول ونحاول ونقرأ ونبحث ونجمع ونحفظ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عذرا يا رسول الله إن كنا قد قصرنا في الكثير من سننك، ليس هذا أبدا تقليلا من شأنها أو إهمالا لقدرها، فإنا والله نعلم أن الخير كل الخير فيها، وأن الرحمة كل الرحمة في باطنها، ونعدك أن نأتي منها كما أمرتنا ما استطعنا، ونعدك أن ندرب أنفسنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وكل أهلنا ومن وصلنا إليه من أتباعك وأحبابك، ندرب كل هؤلاء على تطبيقها واتباعها والتحلي بها. عذرا يا رسول الله إن كانت تمر علينا أيام فلا نذكر طرفا من سيرتك، ولا موقفا من مواقفك، ولا حديثا من أحاديثك، فإنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد شغلتنا أموالنا وأهلنا عن تذكر كلماتك العاطرة وتوجيهاتك الحكيمة. ليس هذا والله نفاقا ولا جحودا، ولكن تقصير نرجو له تداركا إن شاء الله، وخطأ نرجو له إصلاحا إن شاء الله. فنحن والله نذوب حبا فيك، بل نحب الثرى الذي مشيت عليه، والديار التي سكنت فيها، والبلاد التي عشت فيها، ولا نصبر على فراقك والبعد عنك، وأملنا أن نلقاك على الحوض إن شاء الله. عذرا يا رسول الله إن جهل عليك بعض الجاهلين من أبناء أمتك فتطاولوا عليك باعتراض، أو تهجموا عليك بشبهة، فهذا الجهل منهم لا يقلل إلا من شأنهم هم، ولا يحط إلا من قدرهم هم، وحلمك كما نعلم أوسع من جهلهم، وعلمك أشمل من علمهم، وما جرأهم عليك إلا سوء تربيتهم وفساد مناهجهم وجريهم وراء كل غربي وفتنتهم بشركائهم من الجن والإنس، وسوف يعلمون في يوم قريب من السعيد ومن الشقي، ومن الذي يرحب به ويسقى من حوضك، ومن الذي يقال له سحقا سحقا. عذرا يا رسول الله إن كانت أمتك الآن ليست على الصورة التي تحب، وليست في المكان الذي تريد، هذه تراكمات سنين وأخطاء أجيال، لكن عزاؤنا أننا عدنا بفضل الله إلى جادة الطريق، فقامت الصحوة الإيمانية وازدهرت الدعوة الإسلامية، وحرص الكثير من أبناء أمتك الآن على تدارك ما فاتهم واللحاق بركب الصالحين، ولا نشك أبدا أن هذا طريق العزة لهذه الأمة، فنحن إن شاء الله فيه سائرون صابرون مجاهدون، وبشارتك معنا أنه لا تزال طائفة من أمتك ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم،
حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، نسأل الله أن نكون منهم. وختاما نسأل الله عز وجل أن يشفعك فينا، وأن ييسر لنا أن نشرب من يدك يوم القيامة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجعلنا ممن يدخلون الجنة معك ويرفعون إلى صحبتك، فقد بشرتنا أن المرء يحشر مع من أحب، ونحن والله نحبك ونحب أصحابك وإن لم نعمل بأعمالكم. نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يرفع لنا درجاتنا، وأن يجعلنا مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم صل على محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك، إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم جازه عنا وعن المسلمين وعن العالمين خير الجزاء، وصل اللهم عليه في الأولين، وصل اللهم عليه في الآخرين، وصل اللهم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.